هيكرمك، هيرزقك، هيرحمك، علشان هو ربنا. هيكفيك، هيستجيب لك، هيشفيك، تاني هيشفيك، هيعطيك، هيفرحك، علشان هو الله هيتقبلك. فقط خبط على بابه واسأله. اسأله ايه؟ عفو ولطفه ومغفرته ورضاه ورحمته. ده ربنا هيكون معاك، هيكون معاك في الوقت اللي أكيد محدش هينفعك غيره. وخليك وانت بتقول كده لنفسك افتكر، لو ربنا معاك مين ممكن يبقى عليك؟ خلوني في الفقرة دي أرحب بفضيلة الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف. برحب بك يا شيخ أحمد، ومنورنا، وكل سنة وانت طيب وعودا حميدا إن شاء الله. الله يبارك فيك. النهاردة يعني بداية جديدة وسنة جديدة، وبنحاول نطمن الناس النهاردة في الظروف الصعبة. كل عام وانتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل 2021 أفضل سنة إن شاء الله، أفضل عام وبداية جديدة وموفقة يا رب. الله يبارك فيك. هبدأ بالجزء اللي خاص اللي انا كنت حريص ان انا اخاطب بيه الناس، وهم دلوقتي عايشين حاله من التوتر والقلق، وده معذور فيه كل الناس عايشينها، وليس المصريين فقط، الكره الارضيه كلها. ولكن دايما لما تحب قلبك يطمن فكر بشكل مختلف. ادعي سيدك، اساله، خبط له على بابه، اكيد هينجيك وهيحفظك وهيشفيك، ولكن بشروط. عاوز اخد تعليقك ونطمن الناس من خلال الشيخ احمد علوان النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعد بداية بحيي حضرتك ومبارك البرنامج الجديد، ودايما متألق وزي ما بقول كده النجم على الشاشة. احنا بنشرف النهاردة بصدى البلد يعني. الله يبارك فيك، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حضرتك وفي السادة المشاهدين والمشاهدات. اللهم آمين. اللهم آمين. كورونا لا شك أن هي جائحة وأزمة مش بتمر بها مصر بس، بيمر بها العالم كله، زي ما بنشوف وبنقرأ وبنسمع وبنعاين الأحداث والأخبار. الطمأنينة أن إحنا نخب الأسباب، ده رقم واحد. أيوة. الإجراءات الاحترازية وأي حاجة في الاعتبار نحافظ بها على نفسنا، لازم كلنا نعمل بيها، سواء في البيت أو خارج البيت أو في شغلنا أو في الشارع أو في عربياتنا أو في وسائل المواصلات. كل واحد يا جماعة لازم ياخد باله من نفسه، كل واحد لازم يحتاط، كل واحد لازم الكمامة، المعقم، الجوانتي، الحاجات اللي انت، التباعد. يعني حتى سبحان الله لما ندور ونفتش في السنة النبوية على موضوع الأخذ بالأسباب وإن احنا نخاف على بعض، هتلاقي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يريدن ممرض على مصح. يعني أنا حاسس إن أنا عندي دور برد، خلاص ما خلطش حد، أنا حاسس إن أنا عندي أنت من نفسك، ده يبقى قرارك أنت. ما أقربش من حد، خدت بال حضرتك؟ ليه؟ علشان أنا يعني ما أذيش حد ولا أتسبب في إيذاء أحد. ده مهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا تضر ولا تكون سبب في إنك تضر حد ولا توقع ضرر على أحد. خدت بال حضرتك؟ دي نقطة مهمة قوي قوي. طب أنا هاخد في النقطة دي برضه، عشان أنا في ناس كتير بيبعتوا لنا أو بيتكلموا يقول لك يا عم اللي ربنا رايده هيكون، ربنا لو كاتب لي إن أنا أتصاب بكورونا هتصاب. ده بقى طرح يعني مبالغ فيه، لان انت قلت حتى في القران والسنه لا خد بالاسباب. اللي ربنا رايده طبعا هيكون، بس ده مش معناه ان انا كمان ما اخدش بالاعتبار زي ما انت بتوصف لي. صل على سيدك. اللهم صل عليك يا نبي. سيدنا عمر لما فتحت الشام